كبيرة في الوادي بس في البحر. ألف وردة سلام قطفتها فتيات يحلمن بالسلام، يبعثن بها لكل نساء العالم، ومن بينهن نساء حضرموت في عيدهن العالمي الأني 8 مارس. اليوم عيد المرأة، فأتمنى للمرأة اليمنية والمرأة العربية والإسلامية بشكل عام التوفيق والنجاح في مهامها بإذن الله تعالى، لأنها الأم، لأنها الزوجة، لأنها الأخت، فنتمنى لها كل خير وسعادة بإذن الله تعالى. فتحت شعار نساء يصنعن السلام عمدت ناشطات تكتل الإعلاميات اليمنيات بالمكلة على توزيع 1000 وردة سلام للأمهات في الجامعات والأطفال في المستشفيات ورسم البسمة على وجوههم بعد أن أنهك المرض أجسادهم الصغيرة والنحيلة. هذه الوردة شريكة حياتي وأم عيالي زوجتي بمناسبة عيد المرأة 8 مارس. جزاكم الله خير ومشكورين ومجملين. الأوضاع اللي مرت فيها اليمن والحاجات اللي إحنا شفناها ومرينا فيها أنست نحن أنفسنا قليل، فعلى الأقل في اليوم هذا ما ننسى حق هذه المرأة ونكرمها. عملنا عدة نزولات وكان أهم وركزنا على المستشفيات علشان دائما السلام نلاقيه في المرأة وفي الأطفال، فعلشان كده حبينا نخلق هذا الجو عندهم ونتواجد معاهم علشان نفرحهم ويفرحوا معنا. الورد والتكريم وجد طريقه أيضا للنسوة اللواتي خرجن إلى السوق بحثا عن لقمة عيش نظيفة وشريفة يسهمن من خلالها في دعم وتوفير احتياجات ومتطلبات عائلاتهن، بشكل أردنا من خلاله تلك الفتيات أن يعبرن عن فخرهن واعتزازهن بما تقدمه ولا تزال النساء في حضرموت خاصة واليمن عامة من تضحيات مختلفة كونهن شريكات أساسيات في كل عمليات تنمية وبناء المجتمعات وتطويرها. بعد عمري أعطاني ورقة ولا حتى جالي أول ناس وأول مرة يعني أشوف. ولأنهن لم يجدن أصدق ما يعبر عن المشاعر غير الورود في مناسبة خاصة بالمرأة تحمل كل مشاعر الحب والإخلاص اللذين تضطرب أمامهما كل معاني كلمات البلاغة، وحتى الغنم يعجز عن البواح لتحل محله هذه الدموع الأصدق تعبيرا عن مشاعر السعادة والامتنان. Thank you.